وبمناسبة هاليوم يلي بيحمل ذكرى كتير غالية على قلوبنا وهو ذكرى تأسيس التلفزيون العربي السوري، بصرنا يكون معنا اليوم ضيف استثنائي. هو أخ ومعلم لكل حدا بيشتغل بمجال الإعلام، والمعروف عنه أنه دائماً بتعامل مع الكوادر الإعلامية بالزمالة والمهنية. أكيد يا رشا، واكب العمل ضمن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بمختلف الظروف وبالأوقات الصعبة، وقدر أنه يوضع بصمة مميزة على مستوى التغطيات الإخبارية وأنه يرتقي فيها لتكون على المستوى الحدث. اليوم بصرنا نرحب بضيف عزيز كتير على قلوبنا بهذا اليوم المميز. أكيد بصرنا وبيشرفنا نرحب بالأستاذ حبيب سلمان، المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. يسعد صباحك أستاذ حبيب. يسعد صباحكم جميعا، وأكيد نحن كادر واحد. كل عام وانت بألف خير. وشكركم على المقدمة اللي صباح الخير. أهلا وسهلا أستاذ حبيب، نورت صباحنا لليوم. كل عام وانتم بخير. وانت بألف خير. اليوم هيك من خلالك بدنا نعايد جميع الكوادر العاملة بمجال الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. وبداية ما فينا ما نستذكر البدايات واللي وصفتها الصحافة العالمية بالانطلاقة المعجزة للتلفزيون السوري، وأيضا اليوم شو بتحب تتوجه لكل العاملين؟ طبعا اول شيء هي مناسبه للوقفه مع الذات، ماذا فعلنا، الى اين وصلنا، كيف او الى ماذا نخطط، الى اين نريد ان نصل. اعتقد هي يعني دائما ذكرى التاسيس هي وقفه مع الذات للمراجعه، للتقييم، للتقويم ايضا، ولكن دائما المناسبات التاسيس هي مناسبه ايضا لتوجيه الشكر لكوادر التلفزيون العربي السوري بشكل خاص، وأيضا لكوادر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، والشكر الأكبر أيضا للجمهور السوري الوفي لإعلامه الواثق بالرسالة التي يتلقاها من كوادر محترمة تؤدي أو تصمم محتوى إعلامي راقي. بالتالي هي مناسبة لي أيضا أريد أن أبدأ من آخر حدث يعني كنا موجودين فيه، كان استحقاق الوطني الدستوري انتخابات مجلس الشعب. أعتقد كان كوادر التلفزيون العربي السوري بكل قنواته على قدر المسؤولية متميزة كما هي دائما في كل استحقاق. بالتالي إذا ربطنا بين لحظة التأسيس وبين الحاضر نستطيع أن نقول أن هناك تواصلا مستمرا، كل يراكم على ما أنجزه أسلافه ليكون الخلف هو خير من يحمل الرسالة، هو الأمين على رسالة هذا الإعلام الذي دائما نريده إعلاما راقيا، نريده إعلاما قادرا على زيادة مناعة الفرد السوري، على تحصين المجتمع السوري أمام كل المتغيرات ليكون مجتمعا حصينا غير قابل للمساومة على الحقوق الوطنية والقومية. منذ لحظة التأسيس الأولى التلفزيون العربي السوري ميز نفسه برسالته القومية فانطلق تحت اسم التلفزيون العربي. بالتالي يعني الهم القومي هو الشغل الشاغل، الدفاع عن القضايا القومية، ضرورة تحرير الأراضي المغتصبة، القضايا العادلة للشعوب العربية طبعا إضافة إلى قضايانا الوطنية وهموم مجتمعنا السوري، وأيضا إبداعات هذا المجتمع يعني كانت مادة دائما موجودة في جميع برامجنا على جميع قنواتنا. أعتقد التلفزيون العربي السوري هو الذاكرة البصرية لأحداث المنطقة وللأحداث السورية بشكل عام، ونمتلك أرشيفا غنيا جدا، ونعمل على أن يكون هناك مشروع وطني لرقمنة هذا الأرشيف لأنه ثروة حقيقية بكل ما تعني الكلمة. أستاذ حبيب، الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بمختلف محطاتها التلفزيونية اليوم بتشكل حالة من الحنين في ذهن المتلقي، وكان لها خط درامي مميز عبر التاريخ، برامج تحولت لكلاسيكيات. خلينا نحكي شوي عن هذا الدور. إذا دخلنا بالموضوع التلفزيون العربي السوري تستطيعين أن تعتبرينه يعني هو الأب الحقيقي للدراما، يعني من الاستديو، هو استديو 2 حاليا في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، كانت الكثير من المسلسلات، الكثير من التمثيليات التي انطلقت من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. بالتالي الأعمال الدرامية، الدراما السورية كانت ولدت بشكل شرعي في التلفزيون العربي السوري، ومن ثم
هذه النبتة السورية الأصيلة ترسخت وازدادت رسوخا وانتشارا لتكون أحد يعني خلينا نسميها القوى أو القوة النقاط القوة الناعمة السورية المؤثرة والقادرة أيضا على إيصال أيضا رسائل راقية. يعني الدراما السورية أعتقد أي أسرة تستطيع أن تطمئن عندما يكون أبنائها يشاهدون المسلسلات السورية لأنها بعيدة عن الابتذال وبعيدة عن أي استخفاف بالعقول، تقدم مادة راقية تحترم القيم البنيوية وأيضا القيم الأصيلة لمجتمعنا العربي السوري، وأيضا يعني هي أمينة على الإرث الحضاري الغني والمتنوع لسوريا. سوريا يعني مولد الحرف، سوريا هي من عجنت المعدن، سوريا هي من دجنت الزراعة، يعني سوريا تبدع، سوريا هي من صبغت الزجاج وهي من مخرت عباب البحر. بعتقد هذا الإرث وهذا التاريخ العريق، سوريا تتميز عن كثير من الدول، ونحن كإعلام أمينين على إيصال هذه الحقائق، إيصال هذه الصورة، ترسيخ قيمنا المجتمعية، يعني بناء مجتمع قيمي بعيدا عن أو خاصة في هذه المرحلة بالذات. يعني كما تعلمون يعني هناك حروب عقائدية عالمية تحدث عنها سيادة الرئيس خلال اللجنة المركزية لحزب البعث العربي السوري بشكل موسع، والحزب العربي حزب البعث العربي الاشتراكي بشكل موسع، وأيضا يعني هناك مهام كثيرة يعني فردناها نحن إلى برامج إلى زوايا. بالتالي هذا التطور، هذا المزيج الغني، أعتقد كل ما بعضه يشكل رسالة غنية من جهة، متنوعة، قائمة على أسس وطنية وأيضا على قيم مجتمعية نفتخر ونفاخر بها. أستاذ حبيب، معروف أنه الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون خرجت الكثير من الإعلاميين والكثير من الفنانين وواكبت عبر سنوات طويلة معظم أو جميع الأحداث في سوريا، وأيضا ما فينا ما نستذكر اليوم أرواح شهداء الإعلام، أكيد الرحمة لأرواحهم، وما زالت لليوم عم تواكب القضايا إن كان اجتماعية سياسية ثقافية. خلينا نتحدث على هذا الدور. يعني منذ قليل تحدثنا عن الاستحقاق الأخير، الاستحقاق الدستوري لانتخابات مجلس الشعب في الجمهورية العربية السورية. يعني كان المراسلون موجودين على امتداد جغرافيا الوطن، نقلوا بالصوت والصورة كل ما يجري بشكل شفاف وبعدالة ونزاهة دون أي انحياز لأي من المرشحين. بالتالي الإعلام السوري أعتقد ميز نفسه إضافة إلى البعد القومي والوطني أيضا بالمصداقية، وكانت دائما سلاحه الحقيقي هو الحقيقة. يعني أعتقد في ظل إمبراطوريات، في ظل أموال كثيرة تدفع، كان سلاحنا الأمضى في مواجهة كل ذلك المشهد، أو كي نكون موجودين في هذا المشهد، كان هو الحقيقة. عندما نكون حقيقيين مصداقيين، نحترم عقل المشاهد، ننقل له بالصوت والصورة كل ما يجري، هذا زاد من مصداقية الإعلام السوري وجعل الإعلام السوري حقيقة الملاذ الآمن للمواطن السوري لتدقيق المعلومات، لتدقيق الأخبار، خاصة في موضوع الأخبار، في موضوع الفوضى العالمية في انتشار المعلومة سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة، والآن تزيد بعد دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي الـ AI، وكل هذه تحملنا أعباء إضافية. طبعا كوادر الإعلام السوري بكل المراحل وبكل الاستحقاقات استطاعت أن تكيف نفسها، أن تؤهل نفسها لتكون موجودة خلال خاصة ظهر الإعلام السوري على حقيقته بشكل كبير خلال العدوان الظالم الذي شن على سوريا منذ آذار 2011 وما زال مستمرا بأشكاله المختلفة العسكرية والإرهابية، وأيضا بأشكاله الأخرى الناعمة. يعني هناك خليط من هذا العدوان على سوريا، هناك حرب تدمير مادي، وأيضا هناك حرب تدمير فكري وعقائدي وأيضا بنيوي، ويريدون أن يكون مجتمعنا مجتمع ترف، مجتمع استهلاك، مجتمع سطحي، بينما الإعلام السوري يسعى بالعكس ليكون مجتمعنا حصينا، يكون المواطن السوري
يمتلك المناعة الوطنية الكافية كي يقرأ الأمور بشكل صحيح. يعني نحن لسنا إعلام وماله أو كده عايز الجمهور، نحن إعلام حقيقي. نعم. نعمل كي نكون أيضا فاعلين، كي نكون راقيين، لأنه المجتمع السوري هو مجتمع راقي ومبدع وبسهولة يكشف. وأعتقد ما ساعد الإعلام السوري على نجاحه أشياء رئيسية. أولا إيمان الكادر السوري بحتمية الانتصار وبأنه يخوض حرب وجود وليست حرب عابرة، هي حرب وجود بكل ما تعني الكلمة. أريد القضاء على سوريا وكسر سوريا وتمزيقها، لكن المواطن السوري والدولة السورية بكل مؤسساتها وأيضا بحكمة السيد الرئيس بشار الأسد بفكره الثاقب ورؤيته البعيدة، كل هذه العناصر استطعنا نحن كإعلاميين أن نستفيد منها، أن نستشرف منها الأحداث الآنية ونقرأ المستقبلية بشكل دقيق. أيضا البعد الآخر الذي ساعد الإعلام السوري هو الانتماء الكوادر الراسخ، وجود كتفا إلى كتف مع الجيش في خندق واحد كي يوثق لحظات الانتصار، كي يوثق لحظات مكافحة الإرهاب، كي ينقل حقيقة هؤلاء الذين رفعوا شعارات يعني هي غير الواقع وأريد منها الفتنة، أريد منها تفتيت المجتمع. بالتالي أعتقد الإعلام السوري استطاع صوغ رسالة إعلامية، استطاع تقديم صورة ومشهد مختلف. إذا سألتني ألم نستطيع أن نكون أفضل، أكيد نستطيع أن نكون أفضل، ولكن هي كانت انتقلنا على مراحل من مرحلة رد الفعل واستيعاب الصدمة إلى مرحلة الهجوم وإثبات الذات السورية عبر الإعلام السوري، إثبات الرؤية الصحيحة والقراءة العلمية وأيضا الحيادية عندما تقدمين المشهد بوقائعه، عندما تقدمين الدلائل، عندما تقدمين بالرقم وبالمعلومة وبالصوت والصورة، أنت تقدمين رسالة أعتقد تحترم عقل المشاهد وهو يعني يستوعب هذه الرسالة. وأيضا مجتمعنا بطبيعته مجتمع محصن، بالتالي بعض الذين ضللوا أو غرروا أعتقد أنهم عندما نتابع الآن ما يتحدثون به في الخارج، خاصة أنا أتحدث عن زملاء إعلاميين، أعتقد أنهم اكتشفوا أنهم ساروا في الطريق الصحيح والباب مفتوح للجميع للعودة إلى جادة الصواب كي نتشارك جميعا بناء الوطن. أستاذ حبيب، اليوم بالإضافة لهذا الدور الكبير أيضا الإعلام بالسنوات السابقة كان عم يكون على مختلف الأصعدة، استطاع أن يكون على مستوى التطورات الميدانية، اليوم التغطيات الإخبارية بالإضافة للأمور الميدانية أو يلامس هموم المواطن أو تكون مقاربة من المواطن في ظل كل الشائعات اللي عم تنبث حوله وأيضا بالكوارث اللي حدثت بالسنوات الماضية. أعتقد إذا عدنا إلى الخارطة البرامجية لأي قناة تلفزيونية، يعني خلينا نأخذ مثال الإخبارية السورية مثلا، الآن نتحدث ببرنامج صباحي منوع، بعد قليل سيكون هناك برنامج سياسي، برامج اقتصادية، أفلام وثائقية، فواصل تعبر عن حالات تميز، عن حالات وطنية، عن مواقع سياحية في سوريا أو تاريخية أو أثرية. هناك بعض القنوات خاصة الدراما مثلا أو السورية يقدمون سهرات، يقدمون برامج فنية منوعة. يعني إذا أخذنا هذا أو هذه الخارطة البرامجية أعتقد نصل إلى أننا يعني الإعلام كما تعلمين هو الأساس منه، عندما أنا أتابع إعلاما أتابعه كي أشبع حاجاتي، فالحاجات المتنامية للأفراد فرضت علينا في قنواتنا التلفزيونية أيضا أن ننوع، أن نزيد من حزمة البرامج كي تشمل جميع الشرائح من جهة، وأيضا كي تغوص في جميع الميادين والمجالات سواء الاجتماعية، الترفيهية، الاقتصادية، السياسية، وأيضا الوثائقية والإخبارية. كل هذا يقدم وجبة أعتقد دسمة. يعني أنا دائما أتمنى، دائما نحن نقوم بموضوع مراجعة أو قياس الفيدباك أو الأثر الراجع لما نقوم به كي نرى من يتابعنا كيف، ما هي ملاحظات الناس على مواضيعنا،
يعني الإعلام كما تعلمون هو الجسر الفكري الذي يربط بين المواطن وبين المسؤول، هذا أحد الوظائف. مثلا الوظيفة الأخرى التي تحدثنا عنها هي موضوع الهوية الوطنية الجامعة، كيف أحافظ على هذه الهوية، كيف أظهر إعلاميا غنى هذه الهوية، كيف أظهر أيضا الهوية العروبية العربية لسوريا بمعناها الحضاري وليس بمعناها العرقي أو الإثني، وأيضا كيف أظهر هذا التنوع الكبير في مجتمعنا العربي السوري، المجتمع المبدع القادر الولاد الخلاق، أيضا كيف أكون حاضرا في ظل التنافس والازدحام الإعلامي، وأيضا في ظل الفوضى وفي ظل استهداف. يعني أنا عندما تحدثنا في السؤال السابق عن وجود الإعلام السوري، يعني كلنا نعلم كم مرة استهدفت قنواتنا الإعلامية، كم شهيد عندنا، يعني فقط في التلفزيون السوري والإذاعة السورية عندنا حوالي 40 شهيد، عندنا أكثر من 116 جريحا مصابا بعضهم في حالة شلل كامل، مؤسساتنا المبنى الأساسي للإخبارية السورية دمر بالكامل، مبنى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون أكثر من 3 انفجارات في داخل التلفزيون وعلى سور التلفزيون. يعني كل هذا أعتقد هو دليل عافية على أن الإعلام السوري يسير في طريقه الوطني والقومي الصحيح، لذلك هو هدف. أيضا المؤسسات السورية، يعني كي نستذكر لا يجب أن لا ننسى التاريخ، هي أولى المؤسسات التي تعرضت للعقوبات الغربية ولعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية، وأيضا تلتها أوروبا وتلتها بعض الدول الوظيفية، موضوع استهدافنا إنزالنا على الأقمار، كل هذه أعتقد هي يعني فيك تعتبريها دلائل. في الانتخابات الأخيرة لمجلس الشعب مثلا نجاح أغلب زملائنا من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون اللي ترشحوا بمحافظاتهم، يعني كانوا منذ الاستئناس الحزبي إلى النتائج الحالية كانوا في بين الأسماء الأول التي حصلت على أصوات الناس. يعني أعتقد هذه تفند كذبة أنه الإعلام أو المجتمع السوري لا يثق بالإعلام السوري، أعتقد هذا مؤشر. مثلا عندما ينتخب المواطن السوري الإعلام السوري ينتخبه، أعتقد ليس لأنه الإعلام السوري غير قادر على دفع لا أموال ولا شراء أصوات، هو قائم على سمعته على عمله على رسالته، بالتالي اختيار المواطن السوري للإعلام السوري ليكون ممثلا عنه في مجلس الشعب أعتقد دليل آخر على ثقة الناس والمجتمع بإعلامه الوطني. وأكيد هناك هجوم، يعني بعض الزملاء أحيانا يتحسس، بعض الإدارات السابقة كانت تنزعج عندما يكتب شخص أو يتصيد أحدهم ثغرة أو عثرة في برنامج تلفزيوني، أنا أعتقد بالعكس أنظر إلى أنها دليل على متابعة الأعداء لما نعمل به، دليل أيضا على متابعة الجمهور. يعني من يتصيد العثرات ليس دائما هو عدو، هناك من هم حريصون، هناك من هم يعني يعتمدون في كسب ربح على منصاتهم من خلال هذه الأفلام وهذه العثرات، هي أعتقد أو أنا أنظر إليها على أنها عامل ترويج لبرامجكم، وهي حالة طبيعية ومن يعمل يخطئ، ولكن الخطأ الأكبر هو أن نبقى أسيري الآخرين وأن نبقى في موضع الانفعال ورد الفعل. يجب دائما أن نكون مخططين لما نريد أن نصل إليه، واثقين بأنفسنا، قادرين على تطوير ذاتنا بشكل مستمر. الإعلامي ما يميزه قدرته على المتابعة، صدقه في نقل المعلومة، أكيد هناك مشاكل خاصة في موضوع المعلومة وتدفق هذه المعلومة، أكثر شيء نعاني منه مع المسؤولين في سوريا فقدان الآلية الصحيحة لتسلسل المعلومة في الوقت المناسب وفي التوقيت المناسب، وأيضا المعلومة الصحيحة والدقيقة المدعمة بالرقم وهي خادمة للرسالة الإعلامية. أعتقد الإعلام السوري كان هو إعلام المواطن وإعلام الوطن، وكان منبر الحق وصوت الحقيقة وصورة الحقيقة، بالتالي كل هذا من خلاله استطعنا أن نبقى على قريبين من المواطن، يعني نكسب ثقة هذا المواطن. كان هناك ملاحظات يعني على لغة إنشائية في الإعلام السوري، أعتقد تخلصنا إلى حد كبير من هذا التنظير ومن إدخال الرأي في الرسالة الإعلامية، بالتالي أصبحت الرسالة الإعلامية أكثر رشاقة أكثر تخصصا،
كل هذا يساعد على أن نبقى وأن نستمر. وطبعا العمل الإعلامي التلفزيوني بشكل خاص هو عمل فريق، بالتالي الفريق التقني، الفريق الإعداد، فريق الخدمات، فريق الإنتاج، المذيعون والمذيعات، كل فريق واحد يتكامل ليقدم رسالة ناجحة، وأي خلل في هذا الفريق تؤثر على إنتاج هذه الرسالة. بالتالي عندما نتحدث عن إعلام جيد ومؤثر نتحدث عن كوادر تعمل بروح الفريق وأيضا تعمل لكي تكون خير ممثل وخير حامل للرسالة الوطنية والمجتمعية السورية. أكيد أستاذ حبيب، بالختام ذكرت كلمة جدا مهمة ببداية حديثنا، أنه الشعب السوري هو الجمهور الوفي للشاشة السورية، وهذا الشيء بيحملنا مسؤولية جميعا لنقدر نكون على قدر هذا الوفاء. نتشكر حضورك لليوم، نرجع نعايدك ونعايد من خلالك جميع العاملين بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. شكرا لحضورك أستاذ حبيب، وكل عام وانت وكل الإعلام السوري بألف خير. شكرا لكم، كل عام أنتم بخير، وكل عام وشعبنا وبلدنا وقائدنا بألف خير، وإن شاء الله الأيام القادمة ستكون أفضل، وبدأت إرهاصاتها تظهر، وأيضا بدأ الطريق للخروج وإلى الأفضل بات واضحا جدا. وكل عام وأنتم والعاملون في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وأيضا شعبنا السوري وجمهورنا بألف خير.